أمشي على جمر المخاطر حافيا. واقع المسلمين الجدد وما يعانونه من أزمات ومشاكل وتضييق واضطراب، أدون أن يلتفت إليهم أحد، أدون أن يلتفت إليهم. لقيت الباب بيخبط، واحد في وشي مش طبنجة، سلاح طويل زي البندقية بينشن عليا، وراح مطلع السكينة وعايز ينزل على رقبتي. فقالت لي كلمتين، قالت لي انت لو عملت اي شيء احنا هنرضى بيه وهنسامحك، تتكلم في الاسلام هنخلص عليك. فابتديت ازحف على السلم وانا بسيل دمي، فبالتالي الناس شالتني وديتني المستشفى، فقالوا العين كده انتهت، وابتدوا يغيروا لي على الرجل ويلموا خياطة وينضفوا الركبة من جوه، وقعدت فيها حوالي 18 يوم. فإنني ما عاد قلبي بعد حزني ساليا، لله درك يا بني فلا تزل في درب ساح المجد تسمو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات المرصد الإسلامي لمقاومة التنصير. اليوم معنا حالة الحاج أحمد أو سمير شفيق قبل إسلام. حقيقة الحالة لا تحتاج منا إلى أي مقدمات، لا تحتاج منا إلى أي مدخل، هي حالة معبرة عن مضمون واقع المسلمين الجدد وما يعانونه من أزمات ومشاكل وتضييق واضطهاد دون أن يلتفت إليهم أحد. اليوم هنضع بين أيديكم حالة الحاج أحمد المهتدي بالله، ونتركه هو يعني يقص عليكم التفاصيل، ونترك التفاعل لزوارنا في الموقع. أهلا ومرحبا بك حاج أحمد. أهلا بيك يا مصر. طيب تعرفنا بس على حضرتك، البيانات قبل الإسلام وبعد الإسلام. البيانات قبل الإسلام، في البطاقة الشخصية سمير شفيق إبراهيم، مواليد 12/4/54، وفي شهادة العماد الكنائسية يونان، دي في العماد، وكنت شماس في كنيسة كاسمها كده السيدة العذراء في محرم بيه بالاسكندرية، وكنت من طلاب مدارس احد في الكنيسة، وكنت من الملتزمين جدا، وكنت من الاوائل، وتربيت في الكنيسة، وكان عندي 7 اخوات واختين، وكانوا كلهم ملتزمين. وصلت لدرجة في البداية شماس، وبعد كده تدرجت وابتديت احس بالفترة، لان اتربيت جوه المعمودية في الكنيسة، وكانت حالة غير صادقة جوه الهيكل من صغري، لان الانسان على الفطره، وكنت بشوفهم وعيش معاهم في ايام المعموديه لما بيعمدوا طفل مولود وما بيغيروش من فطره الله، لان هم بيعمدوه عشان ما يقولوش عليه بعد كده ان هو مسلم، لان اتولد مسلم، والميه ميه الله برضو اللي بيعمدوا فيها لن يغيروه.
فما وصلت عمري 13 سنة كنت بطلع رحلات للأجور، وابتديت أشوف أسمع الله أكبر وأسمع الأذان. فابتديت أسأل في يوم الكاهن، كان اسمه مرقس باسيليوس، معرفش هو على قيد الحياة ولا توفى ولا مات، معرفش. أقول له أعرف إن كل إنسان بيتولد ليه أم وليه أب. إحنا بنقوله في الإنجيل إن المسيح ابن الله. طب مين أبو المسيح؟ ربنا اتجوز مين عشان يخلف المسيح؟ ما عليه إن هو لطمني في الهيكل على وشي على وجهي، وقال لي أنت قعدت مع مين مع المسلمين في المدرسة عشان يسلطك ويقول لك الكلام ده؟ هو كان صعيدي من أسيوط، فبالتالي وداني كانت من الألم شديدة، يعني شديد، تعبان جدا من الألم اللي هو ضربهولي. فلما روحت البيت بقول له أنا النهاردة أبونا في الكنيسة ضربني بالقلم، لوالدك قلت لوالدي ضربني بالقلم. قال لي طب أنت عملت إيه في الخدمة؟ قلت له ما عملتش حاجة في الخدمة، أنا سألته سؤال واحد، هو ربنا اتجوز مين عشان يخلف المسيح؟ لأن بنقول عليه ابن الله، طب ربنا اتجوز مين؟ سبحانه. فبالتالي والدي كتفني في البيت هو واخواتي وضربوني وقالوا لي ما توقفش مع حد من المسلمين ولا تسأل حد من المسلمين السؤال ده خالص، ما تسألوش في الكنيسة، المسيح ده ربنا. طيب حاجة، حضرتك حكيت لي عن موضوع الصور والأيقونات. بالنسبة للصور والأيقونات في الهيكل، بيجيبوا سبراي، الهيكل هو فيه ستارة في آخر الكنيسة، ده بيسموها الهيكل، بيبقى فيه صور مريم، ستنا مريم، هم بيسموها السيدة العذراء وإحنا برضو بنسميها السيدة العذراء، وفي الست دميانة، وفي ماري جرجس، وفي المسيح المصلوب، وفي القديس أبانوب. فبيجيبوا سبراي الكهنة والشمامسة وبيرشوا الصور سبراي قبل الزفة، قبل عيد القديس أو القديسة فلانة. الشعب بيبقى موجود في الكراسي، قاعد على الكراسي في الكنيسة، والكهنة بتوع الكنيسة بينزلوا الأول قدام الزفة والشمامسة وراه، وبيصلوا بعض الأناشيد هم وماشيين في الطرقة بتاعت الكنيسة، والشمامسة بتردد، والشعب بيحط إيده على الصور عشان ياخدوا البركة وعلى المسيح بيحط المصلوب، إيديهم على الصور عشان ياخدوا بركة الصور. بياخدوا بركة الصور، يقولوا القديس فلاني روحته حلوة جدا، أو المسيح مطلع ريحة جميلة جدا، وياخدوا بركة، وفيهم بيسجد لها، وفيهم بيسجد للصور. دي مش دي ده يعني انك تشوف انسان في القرن العشرين بيسجد لصورة لسه او بيتمسح بصورة، انت يعني سبحان الله. شوف هقول لك على حاجة، انا في الوقت ده كان العقل الباطن معايا بيرفض، لكن كانت في حاجة غريبة بالنسبة لي لما كنت اطلع واشوف امه محمد المسلم واقف في شارع وفارش الحصيره، او واحد في محل واقف بيصلي بيسجد لله، كنت بشوف الفرق ببقى حزين جدا. لا بيعبد صوره
ولا بيعبد شيء، هو واقف بيعبد الله وحده عز وجل. فمن هنا ابتدى التغيير بالنسبة لي يلح عليا، ابتديت اجي جوه الكنيسة عايز اعرف الاسرار اكتر. حتى لما كنت اروح رحلات دير مريمينا في برج العرب والحاجات دي كلها، وفي دي في قبر جوه في دير مريمينا اسمه قبر الانبا كرولوس اللي هو كان قبل شنودة، يسجدوا امام القبر ويبكوا ويطلبوا منه طلبات نجاح اولادهم في المدارس والزيجة والكلام ده كله اللي قدام القبر مدفون فيه. وكان الموقف ده بيتكرر في زيارة قديسة اسمها ستي دميانة، عاملين لها قبر بتاعها وحاولين حاطين حواليه حديد، وفوق القبر الناس بترمي الذهب والمال عليها. وانا رحت اديره وشفت في الاديره كان فعلا يعني رحت اديره وادي النطرون كذا دير، فشفت فعلا ناس بيكتبوا شكاوى زي برضو بعض الجهلة المسلمين ويرموا بيكتبوا شكاوى. ويعني حتى انا خدت بعض الورق وفتحته فلقيت واحده يعني خايفه ان جوزها هاجرها وكده، واحده تانية بتدي على واحده يعني برضو ليها علاقه بزوجها، واحده تانية كان عندها مشكله مع مريض الضرايب فبعت ورق عشان الضرايب دي حقيقة والله يعني واحده انا كان بالنسبه لي الحاجات دي كلها يعني فاكر برضو الفكر ان انا قلت يعني هو كان معانا ساعتها قص، فاول ما شافني وانا ببص ورق قال لي دول جهله زي عامل المسلمين اللي بيكتبوا في السيده وفي البدوي. قلت له بس المشكله ان يعني ان يعني العلماء والمشايخ بينهوا عن ذلك، يعني العلماء بيفعلوه ونحن ننهى عن ذلك، لكن انا مش ان الكلام ده بيوضع تحت بصر القساوسه والكهنه ومفيش حد بينهاهم عن ذلك. لا محدش بينهاهم وبيساعدوهم على كده. نعم. بدليل ان هم على نفع منهم. نفع منهم. ايوه. دي حاجه، الحاجه الثانيه يعني ايه نفع منهم معلش؟ هقول لك. الكاهن او اللي هو القس اللي في قلب الدير. نعم. يعني اللي داخل الرهبنة ده في منهم في شواذ تام وماشي ومسكوا عملية في الأديور، مسكوا كذا حالة شاذة في الدير. وفي كنيسة في الورديان قبل كده لقوا كاهن بيغتصب السيدات، وفيهم بعضهم بيروح لهم بتروح له وهي راضيه. الورديان دي فين؟ بعد الأباري في اسكندريه. في اسكندريه. وفصلوا الكاهن ده. احنا زارتنا الاسكندريه شلحوه. واضح ان هي زياره مباركه يعني. شلحوا الكاهن. نعم. شنو ده شلحوا لما راحت له شكاوى من بعض اللي رفضوا. نعم. من السيدات. شلحوه يعني شلوه. اعتقد من حوالي 15 سنة. حضرتك قديم بقى. 15 سنة. في الوقت ده. دي حاجة. في حاجات تانية كانت ملفتة للنظر اكتر. اللي تخليك تقول ان هم في ضلال مبين. ايه هي؟ اما بتيجي تدخل الكنيسة بتوطي على باب الكنيسة وبتبوس الارض. بتعمل ايدك كده اهو على البلاط بتاع الكنيسة انت وداخل توطي وتبوس. بس ولكن انا ما شفتهاش حاليا يعني رغم حضرتك بشوفها كتير، لكن انا كتير كتير انا بشوف حاجة اسمها مطانية كتير. لا المطانية دي بيعملوها كغفران، اسمها مطانية. ما بياخدش السجدة كاملة زي ما احنا بناخدوها، هو بيمد ايده كده وبيعمل مطانية عشان ما يتشبهش بالمسلمين. دي اسمها مطانية. طيب حاج احمد نبدأ بقصتك مع الاسلام يعني. انا انجبت رامي حضرتك واميرة
من زوجتي كانت تدي قرابة لوالدي وزوجوني بيها، فانجبت منها رامي وأميرة. رامي أنا جينا في المسميات كانت درجتي في الكنيسة، فما أقدرش أسمي رامي، وفي نفس الوقت ما أقدرش أسمي أميرة، كان المفروض أسمي جرجس. شايف ازاي واحد يسمي ابنه جرجس يعني؟ جرجس. واسمي أميرة مثلا دميانة، ما يصحش ان انا راجل ذو رتبة واسمي الاسماء دي. فضربت من الكهنة وسموا أميرة دميانة وسموا رامي جرجس في شهادة العماد، لما راحوا خدوهم من ورايا وراحوا عمدوهم. أنا كنت رافض عمدهم. ليه كنت رافض عمدهم؟ لأن أنا كنت حاسس إن موضوع العماد ده لا يغير الفطرة، لأن ما غيرش عندي الفطرة. ما غيرش. وقتها أما جيت ابتديت أتكلم مع زوجتي في الإسلام، لأن كان على علاقة طيبة بيا، كانت على علاقة طيبة جدا بيا، فقالت لي كلمتين. قالت لي انت لو عملت اي شيء احنا هنرضى بيه وهنسامحك، تتكلم في الاسلام هنخلص عليك. زوجتك طيبة جدا؟ طيبة جدا. قالت لي لو عملت اي شيء احنا نرضى بيه، لكن لو اتكلمت في الاسلام او دخلت الاسلام، لانها ما تعرفش تقول اعتنق الاسلام، هتخلص، دمك حلال. قلت لها انا بفهمك على الصح وعلى الحق، انا علمت ومن جوايا مقتنع ان الدين عند الله الاسلام. فكانت تاخد كلامي وتروح توصله للكنائس والاهل والاهلها، فكانوا يقولوا لها ما تقولوش ان انت قلت لنا اديتينا خبر واحنا نعرف نعالج الموضوع. فكانوا يزودوني مال ويزودوني درجات عشان ما احسش بحاجه وما اتكلمش في الموضوع، لكن من جوايا امر ملح تماما ان انا لازم اعتنق الاسلام مهما كلفني الامر. اما اولادي ابتدوا يكبروا، رامي واميره، ابتديت اجيب رامي واختلي بيه واتفاهم معاه، بقول له الدين عند الله الاسلام، الاسلام بيعبد الله وحده، واللي بيعتنق الاسلام بيخش الجنه، وسيدنا محمد اللي احنا بنكرهه في الاسلام في المسيحيه هو النبي اللي المسلمين بيقولوا عليه وما انزلناه الا رحمه للعالمين. جرب وشوف، تعالى معايا لو ماما رديتش تخش الاسلام، تعالى معايا ونشيلوا اسلامنا سوا وناخدوا اميره. فكان يقول لي سيبني افكر. كان عنده كام سنه؟ كان في وقتها ده عنده حوالي 16 سنه. يعني كان كبير كبير، مش طفل بيفهم. فكان يسيبني ويروح الكنيسه يبلغوا. فمن هنا ابتدت العملية اللي ان هما يبقوا شايلين مني ويبقوا حرص معايا، حرصين يعني مراقبين خطواتي، مراقبين خطواتي جدا. جيت لحد الفترات الأخيرة من حياتي قبل سنة 99، ابتديت أحس بالموت وهموت وانا كافر. ابتدي طلبي ليهم ولزوجتي بقت مباشره بقى، انت قبل ما تخسرينا هتخسري ربنا، فمن فضلك شيلي اسلامك معايا ونبقى اسره كامله
دخلت الإسلام واحتسبيها عند الله. أبدا. بقت بقى تنطق وتقول لي كل ليلة عرفت، كل الكنائس عرفت، كلهم عرفوا موضوعك وهيموتوك. قلت لها هيموتوني مش هيموتوني، أنا هعتنق الإسلام. لكن كنت في نفس الوقت مش هين عليا أولادي، مش هين عليا زوجتي، مش هين عليا أمي وأبويا، مش هين عليا حد. فما وصلت العملية لدرجة إن هم لقوني بتكلم على طول، الأول كنت بتكلم كل فترات، لكن بقى في إلحاح يومي وكلام يومي واسمع الأذان ومش عايز أسيب الأذان، وكان يجي الشيخ الشعراوي بيقفلوه أقعد أسمعه. خلاص، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقالوا لي إحنا عايزينك في مشوار. فين؟ قالوا لي في البيت عندكم في الوردية. قلت لهم أنا كنت هناك. هلا أروح تاني، الوالدة عايزاك والوالد عايزك. من هنا هما كانوا بيدبروا خطة وأنا ما كنتش أعلمها. فأنا وموجود عندهم كانوا في الورديان عند قهوة خفاجة في المساكن، كانوا مدبرين إن هما يخطفوني. وبالفعل جاء دكتور اسمه ماجد وكان معانا في الكنيسة، وكانت راهبة وكاهن من كنيسة الأنبا أثناسيوس، ونزلوني من البيت. واحد اسمه أيوب، ده مسيحي؟ مسيحي. نزلوني من البيت في عربية ملاكي وقالوا لي عايزينك شوية نتمشوا معاك. أنا قلت هم هيكلموني في موضوع إن أنا بتكلم في الإسلام، ما نعرفش إن هم في نيتهم إن هم يخطفوني. وبالفعل دنجوني في العربية، مش حقن، لا بقطنة اللي هو ماجد. لكن قبل ما يدنجوني أنا في العربية، كانت المراية بتاعت العربية قدامي وكنت لابس عباية نص كم. بعد ما رحت البيت وقعدت نزلت المراية اللي في وسط العربية، لاحظت إن الراهبة دي اللي بيقول عليها راهبة عاملة شيء من حواجبها، من الحواجب، والرهبان ما بيعملوش حواجبها. لو رهيبة حقيقي ما تعملش حواجبها. دي بصت لها في المراية. مدبرين الحالة وخدوني على مستشفى الأمراض العقلية. ابتديت أفوق بس في حالة دوخة لما الباب بتاع المستشفى اتفتح واتقفل بصوت جامد جدا، وابتدت العربية تخش قدام الباب بتاع المستشفى من جوه. ابتدى هو ينزل وابتديت افوق بس ده في دوران مش قادر. نزلت من العربية انا فين؟ الكاهن ولا كلمة، ولا كلمة. هم مجهزين كل شيء. في واحدة اسمها إيريني في شؤون إدارية في المستشفى، كانت مجهزة كل شيء. جم اتنين من الممرضين، واحد راح رافع رجلي من تحت والتاني من ظهري، وراحوا مطلعيني أول دور. في دكتور في الدخلة في أول دور، دكتور استقبال. أنا ما نعرفش هو مسيحي ولا مسلم، ما عنديش خلفية. فسألني سؤال واحد، قال لي، قلت له أنا ما عنديش حاجة وأنا واخديني من البيت، وقالوا لي تعالى عايزينك وجابوني هنا. قال لي صح، أنت صح. وهسألك سؤال واحد، لو قلت صح
مش هحجزك. لو ما عرفتش تحله هحجزك. قلت له اتفضل. قال لي ليه؟ قالوا ان القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود. قلت له الحاجه الوحيده ان انا يوم اسود ان انا اهلي طلعوا نصارى وانا لحد دلوقتي ما اشرتش اسلامي. قال لي بقى هتطلع العنبر. طلعني العنبر في الدور التالت. سؤال غريب يعني. اه انا كان ده مثل اسمعه زمان ان القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود، لكن انا ما نعرفش هو سالهوني ليه. انا ما نعرفش هو اصلا سالني السؤال ده ليه. لن انساه. طلعني في الدور التاني او التالت في اخطر عنبر، وهناك في المستشفى المجانين في العنبر ده كانت مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لي. قاعد في وسط مجانين، من ناحية تانية نفس الممرضين ما بيتعاملوش مع المرضى إلا بالضرب. صحيح. إلا بالضرب والإهانة. حتى لما بياخدوهم يدوهم العلاج كان موقف جديد بالنسبة لي، وأنا ما عملتش حاجة عشان أتحط في موقف زي ده. وما كنتش عارف الابتلاءات، ما كنتش ايامها اعرف الابتلاءات لسه، ان ده ابتلاء. كانوا يدوهم الدواء مش مجرد ان في انسان بيقول لك خد الحبايه او خد الدواء وخد الكوبايه او الكلام ده، لا ده بيشدوهم لاخر العنبر ويجيبوا زي قدره كده ويدوهم العلاج بالقدره ويشدوهم. انا كان حبي للاسلام وللمسلمين لان هم معتنقين الاسلام. لقيت واحد لابس جلباب ابيض وقاعد على السرير وماسك مصحف صغير وقاعد بيقرا قران. ما بيعملش حاجه غير ان هو بيقرا قران، ما بيعملش حاجه خالص، وقاعد على السرير مصحف صغير جدا. كانوا اهله مودينه ليه؟ الاسباب الله يعلمها. فكنت اسيب السرير بتاعي، السرير فيه العنبر فيه كذا سرير كبير مفيهوش بيبان، الباب على باب الباب على الباب بس على باب العنبر. كنت اجي جنب الشيخ واقول له يا شيخ علي صوتك شويه، فيبص لي ويسكت ما يردش عليا. لحد بعد 3 ايام كنت قاعد معاه نائب المستشفى كل يوم الصبح واثنين ثلاثة معاه في جلسة. ما كررولوش علاج، قالوا لي انت الكاهن وفلان وفلان جايبينك وبيقولوا كان بيمشي في الشارع يضرب الناس وبيأذي الناس وبيمشي عريان ومالكش اهل. هو في انسان مالوش اهل؟ قالوا طب هو جابك ازاي؟ ده هو في الكنيسة عندكم بيبقى ده أبوك. قلت لهم مش أبويا اللي خلفني، ليا أب اسمه كذا وليا أخوات اسمهم كذا وبيشتغلوا في المكان الفلاني، فكانوا ياخدوا مني الكلام يكتبوه. لدرجة جه في يوم لقيت في أول العنبر داخل واحد نص أسنانه كده واقع من الباب وبيقول ترانيم، وترانيم جميلة جدا من بتاعته، وجه قاعد جنبي جنب السرير بتاعي بالذات رغم اللي عنابر فيها كتير. يعني كده انت عايزني انا، كده انت عايزني انا. وقعد يقول لي هقول لك ترنيمه بتاعت كذا وكذا وكذا وكذا، قول ورايا. اقول له لا. طب ليه ما قعدتش جنب اي حد من دول؟ ما هم يابي. ويقول الترنيمه ويبكي. جاء بعدها بيومين بعد وجوده بتيجي زيارات، مجرد الليل بيجي العنابر العنبر ده بيتقفل والسيدات اللي هم الممرضات بيمشوا وما بيبقاش فيه الا واحد او اتنين جوه العنبر والباب بيتقفل من بره، بيبقى الحراسه بتاعت المستشفى.
لقيته راح مطلع سكينه من تحت فرش المخده. الاضاءه ما بتبقاش في الاوض، الاضاءه بتبقى اللمط في الترعه عشان كله ينام. وراح مطلع السكينه وعايز ينزل على رقبتي. اسمه ناشد. اسمه ناشد. قام الشيخ اللي هو بيقرا في المصحف وراح قايم ناطط عليه وابتدى يضربه في دماغه وانا بهرب من السكينه. اللي الناس المرضى ابتدوا يصوروا ويصوتوا ويضحكوا ويتنططوا ويخبطوا على الباب. جت الحراسه من بره راحوا ماسكينه وماسكيني. وابتدى الابن يعمل مذكره بالكلام ده. الصبح كانوا هم خدوه وحبسوه في حجز تحت، ضربوه واخدوا منه السكينه. المجنون قال لهم المجانين السكينه السكينه، راحوا واخدين السكينه قلت لهم ده جاب سكينه وعايز يذبحني وهي السكينه في الارض. فجاء تاني يوم اتاكد لكلامي تماما الصبح ان انا داخل المستشفى، دخلت المستشفى دي مخطوف زي ما الكلام اللي انا بقوله للدكتور ده. كان اللي بعته لما ابتدوا يفهموا الموضوع ابتدوا يقولوا لي انه اخ في من اخواتك كويس معاك يقدر يستلمك، الاخ اللي نقدروا نتفاهموا معاه يستلمك، انت ما عندكش حاجه. قلت لهم عندي اخ الوحيد ده معلم بتاع مقاولات ومالوش دعوه بالدين، مش متعصب، ممكن يستلمني. اسمه سعيد شفيق ابراهيم، 9 شارع الشموس الباب الجديد. فبعته جابوه قالوا له الموضوع، قال لهم بيتكلم عن الاسلام وهو ده اللي ضيعه كده يعني. طب استلمه، هو ما عندوش حاجة استلمه. قال لهم ما اقدرش لان انا لو استلمته من هنا هيموتوه من هنا، هيبقى انا اللي واخده. فبالتالي الدكتور طلعني على ضمانته الشخصية. طلعك من المستشفى على ضمانته الشخصية؟ على ضمانته الشخصية. مفيش اذية لحد جوه المستشفى بالنسبة لي، ما عنديش حاجة. جابوا اخ من اخواتي وعرفوا ان انا ليا اخوات، لان الكاهن لما حط التقرير في المستشفى قال ان انا ماليش اسره والكنيسه متبنياه، ولقوا الكلام ده غير صحيح. لان لما جم سالوا سعيد قال لهم انا عندي اخ كذا واخ كذا واخ كذا واخ كذا واخ مهندس في البتروكيماويات والكلام ده كله. طيب لما هو انا حطيت الكلام بتاعي وهو قال التقرير بتاعه اصبح هو غير صادق. صحيح. فبالتالي طلعني على مسؤوليته الشخصيه. هنا بعد كده الدكتور نائب المدير قال لي انت كده صدقت على انك عايز تخش الاسلام، لكن انت هتقابل ابتلاءات كتير ومشاكل كتير وربنا يثبتك. فبالتالي رحت طلعت ورحت لزوجتي واولادي قلت لهم انا هعتنق الاسلام بكره. اللي عايز يجي معايا يتقدم يشير اسلامه اهلا وسهلا. ايه رايكم؟ قالوا لا. لا ثلاثه التلاتة. قمت الصبح رحت الأزهر. لكن سنة كام حج؟ كان 7 مارس 99 بالظبط. ده ما اقدرش انساه لان ده تاريخ لا ينسى. صحيح. لا ينسى. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله. دخلت في لجنة الفتوى واتكلمت معاهم وقعدت معاهم قلت لهم انا درجتي كذا في الكنيسة
وانا عايز اخش الاسلام، وانا اقول لكم حصل ايه ليا عشان اخش الاسلام. فاتكلموا معايا وتفهموا معايا وبالتالي اشهروا الاسلام. الشيخ قال لي المفروض تطلع من عندي على امن الدوله عشان دي اجراءات، بس الوقت خلاص، فتروح بكره امن الدوله في الفراعنه عشان يعتمدوا لك اشهار الاسلام. اخدت اشهار الاسلام وروحت البيت فرحان، شهادة ميلاد امام الله، ربنا هداني جديد، روحت بيها البيت. ومن هنا ابتدى الاضطهاد، سابوا البيت ومشوا. بالليل لقيت الباب بيخبط وواحد في وشي، مش طبنجة، سلاح طويل زي البندقية، بينشن علي. واحد من وراه بيقول له خلص عليه خلص عليه. فرجعت لورا، وقعت انا وراجع، ففي شظايا من الطلقة جت خدت حتة من العين من هنا ودخلت على العين من جوه، العين من جوه خدت الشبكية وخدت القرنية وضيعت العين تماما، ضيعت العين تماما. الحمد لله انا احتسب عند الله. نحتسب عند الله. نحتسب عند الله. واحد دخل وراه ماسك سيف وعايز يقطع وسطي، عايز يضربني يموتني خالص يعني كمل، ان دي ما صابتش دي هتصيب. فراحت جايه ضربه على ركبتي، وكانوا بيضربوا بخوف مستعجل، جايه على ركبتي هنا قطعت الركبه. قطعت الركبة من هنا. نعم. قطعت الركبة من هنا. فبالتالي أنا مش عايز مشاكل، لأن أنا متنبى عليا ما أعملش مشاكل من جهة أمنية. وإن أنا مسؤول تماماً عن نفسي. فابتديت أزحف على السلم وأنا بسيل دمي. فبالتالي الناس شالتني وديتني مستشفى اسمها مهيب. فقالوا العين كده انتهت، وابتدوا يغيروا لي على الرجل ويلموا خياطة وينضفوا الركبة من جوه. وقعدت فيها حوالي 18 يوم وخرجت. هنا ابتديت في التمسك بالإسلام أكتر، وعرفت إن هم ناس مجرمين، إن هم رافضين الله، بدليل إن هم رفضوا إن أنا أكون مسلم. ابتدوا أهلي اخواتي زقوا عليا ناس كتير عشان يقتلوني. منعت من صلاة الفجر. ازاي يعني؟ تخاف تنزل طبعا حد يكون مستنيك في الضلمة او حاجة؟
جاء في يوم من الأيام لقيت ابني ماسك طبنجة وأعطاه له في واحد اداها له اسمه جمال، ده تاجر مواشي في الصعيد لأن بيبقوا مسلحين، وقال له روح موت ابنك. ابني لأن ده بالنسبة لهم ده عار، ده عار. وهي زوجتي قالت لي هتعمل أي حاجة ممكن نسامحك، لكن تكلم عن الإسلام أو تخش الإسلام أنت بالنسبة لنا ميت. قلت لها ميت في الأرض لكن حي عند الرحمن. في ثبات، في ثبات. ابتديت مع الوقت ابتدي اروح اشتغل في يومية، كان لسه ما جانيش السكر ولا جاني غضاري في الرقبة ولا ما كانش، كان لسه يدو اقدر اتحرك شوية. سبق الله خير. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، نحتسب عند الله. فجاء واحد اسمه سمير تعرفت بيه في مسجد في سيدي بشر، قال لي انا عندي واحده فقيره تقدرش تعيش لوحدك، تتزوجها عشان عيش لوحدك بقت صعبه تراك. قلت له انا ما عنديش حاجه، انا ما عنديش حاجه حتى لا املك ملابس، وهي أهلها فقراء. فربنا يسر حتى المعزون يومها ما أخدش مني فلوس، يا رحمة الله يا سلام، ما أخدش مني فلوس. وعقد القران، رحنا عشنا شوية مع أهلها. هو يعني هو عقد قران في المسيحيه، لان هو قران ليه انفك، مفيش طلاق، ان هو في الاسلام اسمه عقد زواج، عقد زواج، عقد نكاح. اه ف الحمد لله رب العالمين تزوجت منها، وربنا هنا ما نسانيش لحظه. هي كانت لسه صحتها كويسه شويه، ربنا يكرمها. كانت بتنزل تجيب شوية ملابس وتبيع لأهلها، لأسرتها، لعائلات، تساعدني في المعيشة شوية. كان وقتها أنا اشتغلت في بعض الأماكن شوية يعني، وكان عندي نسبة تأمينات، فمعاشي بدأ 61 جنيه، تدرج المعاش لحد ما وصل في 2010 ل 350 جنيه. نعم. ربنا يسر، وكان أخ قادر وجد لي سكن في شارع 30 في العصفرة أمام مسجد الفتح، وكان السكن ده ب 300 جنيه، كان البيت لسه بيتبني جديد. مكاسنا فيه 6 سنوات. أخ اللي كان بيدفع لي بيساعدني في الإيجار عنده بنتين في وقت الزواج، فاعتذر عن الدفع. وكان الابتلاء إن صاحب البيت اتفتح في المكان ده شارع جديد اسمه شارع 30 بيطلع الملاحة، فبقى السكن غالي جدا في المكان ده. فقال لي أنا ببيع السكن، ببيع الشقة. فخرجنا من الشقة. في طبعا فضلنا ندور على سكن هناك، لقيناه مرتفع جدا. ما تسمعش يعني يا ريت حضرتك ما تذكرش يعني سكنك الحالي. اه يعني دي مسألة. لا لا. فبحثنا على سكن. فحاليا أنا في سكن.
يعني هو كان المفروض يبقى اقل من كده، لكن ربنا ما يسرش. كان حاجه ايجار 350 جنيه. حضرتك عندك عباد لما اتجوزت من عندي ربنا من عليا بحبيبه، حبيبه حاليا في سنه 5 ابتدائي، عندها 10 سنوات ماشيه في ال 11. وعندي عبد الرحمن ما شاء الله في سنه اولى ابتدائي، عنده 7 سنوات. زوجتي حاليا مريضة، عندها غضروف، عندها ضغط وما بتقدرش تتحرك كتير. وأنا بالنسبة لي عندي سكر في الدم، وعندي 4 غضاريف في رقبتي ضاغطين على العصب، وعندي روماتويد في رجلي. فبالتالي انا وكل دخل حضرتك 350 جنيه. 350 جنيه اللي هم بتدفعهم في ايجار الشقه. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. يعني حاج احمد، احنا كلنا اولادك، وما تقلقش خالص يعني ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. يا مترك كلنا اولادك والمسلمين كلهم اسرتك يعني. الحمد لله. وان شاء الله يعني رحمة الله يا سيدي. الحمد لله رب العالمين. احنا صراحة سعدنا باللقاء جدا معاك، وان شاء الله يعني ابشر خير. الحمد لله. انا وامتي بخير يوم الدين. نعم. انا مقتنع تماما لا ينطق عن الهوى. نعم. يعني هو المحافظ ما استجابش ان انا رحت وطلبت منه سكن من 3 سنوات. نعم. وعرضت عليه الحالة كاملة، ما استجابش. نعم. ما استجابش. وقال لي هنديك سكن، وقال لي من عناية، لكن ما استجبش. احنا قلنا لو المحافظة ادتني سكن هيبقى مبلغ المعاش اقدر يعني اتعايش منه انا واولادي. لاحظ حتى يعني انت اولادك صعب ان مبلغ المعاش تتعايش فيه يعني، حتى لو السكن بيدفع ايجاره تماما يعني، فمبلغ المعاش أنا صعب. انا عايز اقول حاجة، يعني في ناس فقراء بس عايشين، هنعمل ايه؟ الحمد لله. ربنا غناني من عنده. رحمة الله يا سعد. الحمد لله رب العالمين. الاخوة الكرام، زوار المرسل، دي حالة المهتدي بالله الحاج احمد شفيق، وضعناها بين ايديكم. ومن اراد التواصل مع الحاج احمد او مساعدته فليتواصل معنا على المرسل الاسلامي لمقاومة التنصير. جزاكم الله خيرا، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يكون ذلك في ميزان حسناتكم. والسلام عليكم ورحمه الله. امشي على جمر المخاطر حافيا. واقع المسلمين الجدد وما يعانونه من ازمات ومشاكل وتضييق واضطهاد، دون ان يخف اليهم احد، دون ان يخف اليهم احد. ديني قد لقيت الباب بيخبط، واحد في وشي مش طبنجة، سلاح طويل زي البندقية بينشن علي وراح مطلع السكينة وعايز ينزل على رقبتي. فقالت لي كلمتين، قالت لي انت لو عملت اي شيء احنا هنرضى بيه وهنسامحك، تتكلم في الاسلام هنخلص عليك. فابتديت ازحف على السلم وأنا بسيل دمي. فبالتالي الناس شالتني وديتني مستشفى، فقالوا العين كده انتهت، وابتدوا يغيروا لي على الرجل ويلموا خياطة وينضفوا الركبة من جوه. وقعدت فيها حوالي 18 يوم. فإنني ما عاد قلبي بعد حزني ساليا، لله درك يا بني فلا تزل في درب ساح المجد.